قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويجد بعض الذين يتصدرون الكلام في الفضائيات يتكلمون بكلام أنا أستغرب غاية الغرارة، أنه يتمنى أن يرى في كل شارع كنيسة بجانب مسجد، ويقول يجوز للمسلم أن يتبرع بالمال لبناء الكنائس. ما دي فتاوى طلع بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهذا يخالف قول كل أهل العلم. أنا أبني محفلا للشرك بأموال المسلمين وأترك المسلمين جوعى ومرضى، دول بيتكلموا من المكاتب المكيفة، هؤلاء لا يخالطون الناس أو خالطوهم ونسوا القضية. فليأتي واحد من هؤلاء على أبواب مسجد كهذا المسجد ليرى أصحاب الحوائج، ليرى المرضى، ليرى الفقراء، ليرى أصحاب الديون. دول أمم بعد الأزمات المتتالية المتلاحقة الذين كانوا يعيشون في الستر نزلوا تحت خط الفقر. أحيانا أخجل من نفسي عندما يأتيني رجل فاضل طول عمره يشتغل بالتعليم وبقى وكيل مدرسة وبقى ناظر مدرسة وبعدين يتحلى على المعاش، ثم يأتي يقول لا أستطيع أن أسدد إيجار المسكن. إيه اللي بياخده يعني بعد 40-50 سنة من التدريس؟ مرتبه الأساسي كام اللي بيطلع بيه؟ 1000 جنيه؟ ما يحصلش 1000 جنيه. طب 1000 جنيه ماذا تفعل هذه 1000؟ لرجل اللي عنده سكن بكذا وعنده 5-6 أولاد اللي في الجامعات واللي عايز يزوج بنته واللي مش عارف عايز يعمل ايه والكلام ده يعمل ايه 1000 جنيه يعني؟ يعني السنة كلها على بعضها 12000 جنيه. لو عنده بنت تريد ان تتزوج ولا الكلام ده، هو هتلتهم المبلغ ده كله. ده لو فرضنا انه جاله المبلغ ده كله مرة واحدة. انا اشعر بالخجل واحس بيني وبين نفسي بالعار ان في ناس كانوا يعيشون في منطقة الستر نزلوا تحت خط الفقر. آتي أنا أقول إن الصدقات تبنى بها الكنائس، وهل ده جائز أصلا؟ ده في ميثاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا هدمت كنيسة وسقطت لا يجوز لها أن تجدد. فإحنا في زمان الانفلات، أناس يتكلمون بمنتهى الحرية، يقول نحن نقول للنصارى بشروا بدينكم ومن حقكم أن تبشروا بهذا الدين في الفضائيات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة في مقدمة مسلم: سيكون آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم. أو ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا بقينا في آخر الزمان أهو. يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم. آباؤنا هم السلف، مش آباؤنا الأب المباشر. لا، الأب المباشر قد يكون جاهلا لا يكون عنده أي فكرة عن الدين. آباؤنا هم السلف وأجدادنا هم السلف، سلفنا لا يعرف شيئا من هذا. ففي هذا الزمن، زمن الفتن وزمن تبديل الدين بالآراء الشخصية والاجتهادات وإخضاع الدين للسياسة، والسياسة في الأصل لا دين لها، السياسة المعاصرة، لأن احنا عندنا في حاجة اسمها السياسة الشرعية التي يحكمها الدين. السياسة المعاصرة لا دين لها، بل السياسة تتبع المصلحة حيث وجدت، حتى وإن كانت المصلحة تخالف أبجديات الدين، هي دي السياسة الآن. فإحنا حتى يعني لا يضرب علينا الذل أكثر من هذا، وحتى تنجو الأرض بأفراد من الصالحين، لابد أن نقف وقفة صحيحة على هذا القانون.
القانون نص صحيح في مقابل واقع، أي واقع. اجتهاد العالم هو الذي ينزل النص صحيح على الواقع الملائم، مش الواقع الصحيح، لأن الواقع قد لا يكون صحيحا، بل ينزل النص صحيح على الواقع الملائم.